مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الاثنين. يوم الاثنين إن شاء الله أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، لكن تتراجع فرصة الأمطار في المنطقة الغربية، لكن تبقى حالة عدم الاستقرار الجوي موجودة في المنطقة الجنوبية الغربية وبعض أجزاء من المناطق الغربية تصل إلى حدود مكة وإلى أيضا بعض الأجزاء المجاورة من الرياض إداريا. هذه أحيانا تسبب، خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر، تسبب سقوط زخات رعدية من المطر، لكن بشكل أخف مما حدث يوم الأحد. وزي ما حكينا بتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، خاصة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، والأجواء حارة بشكل عام في معظم أجزاء المملكة. هذه هي الوضعية الجوية المتوقعة. نتمنى الجميع السلامة، شكرا للمتابعة، ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة بإذن الله.